اليوم هذا القرار موجود عند إيران، طهران تقرر إذا بنفتح جبهة أو لا. بتسمعه بتقول بتقله يسلم لي شقارك بعد شوي، يعني بتشوفه بتسكر الرجل الأبيض. في حال فرضت الحرب على لبنان، هل ستقف بولا يعقوبيان إلى جانب حزب الله بوجه العدو الإسرائيلي؟ بعتقد كثير من حتى من حزبه يعني عم بجربوا يتبروا من هيك زي مواقف. أما الموقف بلاقيه موقف يعني عنصري مقيت البشع، البشاعة، كان عم يحكي عن بشاعة هو، هي البشاعة هكذا موقف بعد كل مر في هذا البلد. بولا، شو موقفك من التحركات يلي صارت الأسبوع الماضي أمام السفارة الأمريكية ويلي أدت إلى ما أدت إليه، وكيف قريتي كلام رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية شارل جبور على ما حصل؟ ما نكون عايزين الزعيم التقسيم الكذاب الفجعان اللي ما بيشبع هو وعائلته وولاده، شو بدي أكمل أعمل؟ بقول لهم مبروك عليكم البلد.